أعلن رئيس الجامعة الأمريكية في مادبا الدكتور نبيل أيوب عن إطلاق حملة لأنكم أهلنا، التي تقدم منحاً دراسية في جامعات عالمية على أساس التفوق الأكاديمي للطلبة من أبناء محافظة مادبا، مشيراً خلال مؤتمر صحفي إلى أن الجامعة تسعى إلى توفير فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم برامج وميزات منوعة كبرنامج الدراسة في الخارج الذي يتيح للطالب دراسة فصل أو فصلين في جامعات أمريكية أو أوروبية وبنفس الرسوم المحلية دون أي أعباء مالية إضافية على الطالب أو ذويه، موضحاً أن الاشتراك في هذا البرنامج اختياري وذو فائدة، حيث يفتح الآفاق للطلبة في التعرف على ثقافات متعددة ومن مختلف الجنسيات. وتأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج الجامعة كونها غير ربحية، وهي الجامعة الأمريكية الوحيدة في الأردن وتقدم المنحة على أساس التفوق الأكاديمي.